الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إطلاق حملة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهي حملة من المقرر أن تشهد تكثيف الخدمات الصحية خلال فترة 100 يوم على مستوى المبادرات الرئاسية وخدمات وحدات الرعاية الأساسية والصحة الإنجابية. ناقشت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء أمس المقترحات الخاصة بتحديث المساهمات المحددة وطنيا بشأن نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستخدمة في مصر، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة ونموذج الإجابة بعد شكاوى عدد من الطلاب من الامتحان، مؤكدا أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال وأنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي يراعي صالح الطلاب إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له. وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بالتنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالتأكيد على الطلاب أن الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى ووفقا للجدول المحدد، حيث سيتم استئناف الامتحانات يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد على بعض المواقع بشأن إصدار قرار لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدا الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. يتوقع خبراء الهيئة العامة للرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات، ومن المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى في القاهرة 34 درجة مئوية. شهدت وكالة الفضاء المصرية أمس مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2 بالتعاون مع الجانب الصيني، حيث سيتم إعادة شحن القمر الصناعي وإطلاقه من الصين، بما يعكس التعاون الوثيق بين مصر والصين والجهود المبذولة لتوطين عملية تصميم وتجميع وصناعة الأقمار الصناعية في مصر.